ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معانا حلقتنا النهاردة. فقرتنا دلوقتي اللي وصلنا لها هي فقرة الفاشن والموضة، وبالأخص لبس الجامعة. طبعا البنات والشباب بيبقوا في حيرة، ألبس إيه الصبح؟ هيبقى شكلي عامل إزاي؟ إحنا خلاص خلصنا مرحلة المدرسة، كنا بنروح كل يوم بالزي أو باللبس بتاع المدرسة. طيب أنا هعمل إيه في الجامعة؟ إزاي يبقى اللبس بتاعي عملي ومريح في نفس الوقت وأنيق كمان في نفس الوقت؟ طيب ايه كمان القطع الاساسية اللي لازم تكون موجودة في الدولاب بتاعي، وازاي اقدر اوظف القطعة دي مع بعضها بحيث ان يبقى الشكل بتاعي حلو في النهاية؟ كل المعلومات دي هنعرفها من ضيفة حلقتنا النهاردة، او ضيفة فقرتنا النهاردة، آية رأفت، فاشن بلوجر وميك اب ارتست وكمان ملك الجمال الموضة سنة 2018. مرحب بك يا آية. اهلا يا نهى، ازيك يا كريم؟ صباح الخير عليكم، مبسوطة ان انا معاكم النهاردة في اول حلقة. ويا رب دايما يعني تكونوا في نجاح وفي ازدياد. احنا وانت كده يا رب دايما. خلينا نبتدي باول سؤال معانا. انا دلوقتي بنت او شاب رايح الجامعه، ازاي اختار لبسي؟ ايه المعايير او ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون متوفره في اللبس بتاعي عشان يبقى فيه الطبيعه العمليه زي ما قلت والاناقه في نفس الوقت؟ خلينا متفقين ان احنا في حاجات دايما هي اساسيه في دولابنا، زي مثلا الشميز الابيض، زي الكوتشي الابيض برضو طبعا، ده سواء ولد او سواء بنت، ده اساسي. الجاكيت، الجينز، بالنسبه للبنت فهي البنطلون البوي فريند، البنطلون السليم، البنطلون الابيض لو هي وزنها طبعا قليل، لو هي وزنها مليان فبنبعد عن الالوان الفاتحه وبنبتدي نلبس الوان غامقه تقلل الشيب شويه. فدايما لما هكون بسيط في لبسي هقدر ان انا انوع فيه او اغير فيه بقى عن طريق الاكسسوارز، الساعات، النضارات، لو البنت محجبه فلفات الطرح المختلفه. طيب هنتكلم عن كل ده بقى بالتفصيل. خلينا مثلا نبتدي باول حاجه الاكسسوارز. الاكسسوارز دي مهمه جدا، هي دي الحاجة اللي يعني بتكمل أناقة اللبس بتاعي وبتبرزه أكتر. إزاي ألبس أكسسوارز بحيث تكون بسيطة شكلها برضو حلو وفي نفس الوقت ما تبقاش أوفر قوي الصبح؟ تمام، احنا خلينا متفقين ان احنا كبنات عندنا يعني مغرمين بالأكسسوارز، فما فيش حد فينا تقريبا هيحتاج ان هو يشتري جديد عشان الجامعة. النضارات مثلا بتفرق جدا، ان انا بلبس النضاره بلاش الحاجات اللي فيها الوان او فيها ابيض او اللي فيها نضارات اصلا، بحس ان النضاره دي مكان لمكان معين، يعني ما ينفعش البس النضاره دي في جامعه، ما ينفعش البس النضاره دي في ميتنج، بتفرق. انه فكره النضاره برده شكلها بيفرق، بحس ان الناس شايفه ان هي نضاره وخلاص وبتتلبس. مظبوط بالظبط، انت معاك حق في النقطه دي، ان فعلا بيبقى في فرق في شكل النضاره سواء اذا كان تناسب الجامعه او تناسب يوم عادي انا خارجه فيه، يعني في بلاش تكون اوفر، بلاش تكون كبيره قوي، بلاش تكون لازم اختار الحاجه كمان اللي لايقه على وشي. يعني سواء ولد او سواء بنت، مش اي حاجه نازله ترند البسها. الفكره بقى في اللي نازل ترند ومش نازل، الناس بتبص له اصلا بطريقه انه لازم يليق عليا، او انا لبست الشكل العام كله كده حتى لو مش لايق او شكله مش حلو، بس المجمل العام ان انا بعمل الحاجه الترند. هم بتبقى بتشبه حاجه عندهم، انا لابس على الموضه بالزبط، فهو بيبقى مبسوط وفرحان انا لابس على الموضه بغض النظر الموضه دي لايقه معايا ولا لا. ما هو انا مثلا يعني انت كنت اتكلمته في الفقره الاولانيه، انا شفت عن محمد رمضان والقميص اللي هو لبسه الشفاف، مظبوط اكيد مش هروح بجامعه، واكيد انا مش هجيبه وهلبسه، وطبعا يعني هيبقى الموضوع صعب جدا ان احنا كشعب مصري نقبل ان احنا نشوف المنظر ده في الشارع، زي مثلا البنطلون المقطع زي في الجامعه. طبعا ده يعني ده مش حلو، البنطلون المقطع ده وصل لدرجه انه الناس كلها بتروح له وبتدور عليه في كل حته، وبقيت لما تشوف حد مش لابسه تستغربه. تمام، بس يعني مش في جامعه. الترند اتحول من ان هو ترند لان هو بقى حاجه اساسيه، والناس اللي ما بتعملهاش هي اللي ما بقتش فاهمه. لا، هو الفكره كريم ان انا بختار او بشوف انا المكان ايه اللي رايحه له وبلبس الحاجه اللي بتمشي مع المكان ده عشان ما بقاش باينه ان انا حاجه غريبه. انا رايحه فين وبلبس على حسب المكان اللي انا رايحه. يعني مثلا الالوان اللي تبقى مناسبه للصبح، ايه الالوان؟ خلينا متفقين ان الالوان الفاتحه خصوصا في الصيف والصبح وفي الجامعه هي دي الالوان المناسبه، سواء ابيض، يعني انا لابسه ابيض، انت لابس ابيض، برده في هنا لون ابيض معانا، فالموضوع بالنسبه لنا ان احنا كل ما اللون ما يكون هادي ويكون نود كل ما هيكون احلى، ما يجرحش البيبي بلو، بالظبط ما يبقاش بيأذي عينيا وانا بشوفه يعني. والتكنيكولر الغريب، الالوان الفسفوري بلاش، في الوان بتبقى غريبه بالظبط. فطبعا انا ما بلبسش اسود مثلا في الصيف،
يعني انا ما بلبسش اسود في الصيف ليه؟ او معظم الناس ما بتلبسش اسود في الصيف ليه؟ لان بيقفل كمان اليوم والحراره وبيقفل اليوم وبيخلي كمان انا بيبقى في طاقه سلبيه طالعه مني. فانا كل ما كنت منسقه الواني كل ما كنت الالوان اللي انا لابساها مريحه للعين ولايقه على بشرتي ولايقه على شكلي كل ما كنت انا صح او انا بدي طاقه ايجابيه للي حواليا. حتى زي ما احنا عارفين ان الابتسامه طبعا بتبقى يعني ليها سرها او ليها سحرها على اللي بيشوفني. طيب خلينا نرجع مره تانية للاكسسوارز، يمكن ركزنا فيها على قصه النظارات. في برضو الحلقان الكبيره والطويله زياده عن اللزوم، او ان انا مثلا البس سلسله طويله قوي اوفر. ايه اللي بيفضل الحاجات سيمبل قوي تبقى ماشيه معايا؟ الجامعه طبعا انا بلبس حاجات بسيطه زي مثلا تكون سلسله صغيره، لو لابسه حاجه ساده فممكن تكون طويله، ممكن تكون اتنين فوق بعض او حاجه، بس يكون شكلها لطيف وتكون صغيره، ما تكونش اوفر قوي وكبيره قوي عليا، فانا يعني الموضوع صعب. لو لبست حلق فما يكونش برضو اللي هو الكبير الاوفر ده بالنسبه للبنت المحجبه، بالنسبه للبنت اللي بشعرها فهو كده كده معظم الوقت بيكون مفرود فبيكون مش باين قوي. فبس برضو ببعد عن الحاجات يعني خليني في الوسط على الاقل في الاكسسوارز بتاعتي، اخليني في الحاجه الوسط اللي بلبسها اللي تكون مناسبه كمان مع اللبس اللي انا لابساه، لان انا ممكن اكون لابسه حاجه مش محتاجه اكسسوارز. يعني انا شايفاكي مثلا انت لابسه حاجه فيها الوان، فانت مش لابسه اكسسوارز اوفر او كتير أو زياده تبقى مناسبه للطقم اللي انا لابساه. طب خلينا ننقل للمحجبات. لو اتكلمنا هنتكلم في المحجبات على الاكسسوارز المناسبه ليها، وكمان عايزين نتكلم على لفات الطرح عشان الناس اللي بتحط كيلو فوق شعرها تقريبا. تمام. احنا خلينا متفقين برضو ان الطرح نزلت الفتره اللي فاتت دي بشكل شيك جدا وبشكل عملي جدا. بقى في الطرح الكويتي، بقى في التربون، بقى في الاسكارفات، بقى في الطرح باشكال جديده وباشكال كتير، وما بقاش في بنت تقريبا ما عندهاش كل درجات كل لون في الطرحه. الفكره في الوان الطرح والوان اللبس وكل ده احنا بنحاول بيبقى طالع مقبول. بنيجي بقى بحس ان كل ده بيبوظ بالميك اب، حس ان الميك اب بقى زياده ومبقاش متناسق ممكن مع اماكن كتير. يعني خلينا احنا بنتكلم بالاخص على فكره الجامعه، هل ازاي ان حد يروح بميك اب كل ده؟ يعني الميك اب زياده قوي على فكره الصبح، في ميك اب معين ولا يستحسن اصلا ما تحطش ميك اب فتره جامعه وانت لسه بتبتدي حاجه جديده في حياتك كطالب جامعي؟ فكون ان انت تحط ميك اب في اول سنه جامعه في اخر سنه ايه اللي هيحصل؟ ده قصدي ممكن في حاجات بسيطه يا كريم. يعني هي ايه هتقول لنا عليها؟ بيبقى في حاجات معينه بالظبط. انا بس خلينا اتكلم في نقطه الميك اب، يعني هو فعلا في كوارث بتحصل. بالزبط. يعني انا شفت في صلاه العيد، مش هقول لك في الجامعه، في صلاه العيد نازلين مركبين رموش فطبعا الموضوع يعني طب ازاي طب ليه. فده اللي بيحصل برضو في الجامعه، ان انا بكون فاكره ان انا خلاص انا لازم اكون باحلى حالاتي. طب يعني انا لو انا النهارده حتى فول ميك اب ونازله الجامعه، طب انا هخلي ايه المناسبه عندي؟ بالظبط صح مظبوط. هخلي ايه جديد؟ خلينا متفقين برضو تاني ان الميك اب كل ما كان هادي وكل ما كان بسيط وبيور كل ما انا ما برضو كنت شكلي احلى. كل ما هاجي اعمل حاجه فيها تغيير جديد هكون على الاقل اختلفت، او يعني شكلي متغير شويه كان من باب التغيير، كان من باب بس مش اوفر التنويع. مش اوفر وبيدي لمسه جماليه. في دلوقتي في التنت اللي بتحط على الخدود وعلى الشفايف، ممكن احط ماسكرا، بس يعني حاجات بسيطه جدا، كونسيلر، بلاش الفونديشن الفول كفر، لان الحاجات دي كلها بتضر بشرتنا مع الشمس كمان. فانا لو محافظه على بشرتي طبيعي طبيعي، بشرب ميه كتير، بهتم بالنظافه اللي هي بتاعه البشره، لان في ناس ما بتعملش ماسكات، ما بتعملش الحاجات دي كلها، فده طبعا مع الميك اب كارثه. يعني انت كده احنا يعني احنا اتكلمنا احنا نحط حاجات بسيطه علشان في نفس الوقت نحافظ على البشره بتاعتنا كمان. يعني هي مش فكره ان انا احط ميك اب اوفر وخلاص، لا ده انا كمان الميك اب الاوفر ده ممكن يضر البشره بتاعتي، مش بس الشكل بتاعي هو اللي مش هيبقى حلو، لا ده كمان البشره بتاعتي مش يعني هتتعرض لاضرار نتيجه ان انا بحط. فانا بكتفي بالحاجات البسيطه جدا اللي آية قالت عليها. مهما كان الميك اب غالي وحطيته كل يوم طبيعي هيسيب ضرر على بشرتي برضه. ممكن يعني في ناس فعلا زي ما انت طيب بتقولي. خلينا نتكلم يا كريم عن عن الشنط. تمام. بصي دلوقتي الشنط الباك تمام مناسبه اكتر حاجه للجامعه،
انا ممكن اجيب لون واحد زي مثلا كافيه اللي هي الالوان المحايده الاسود والابيض الروز جولد وفي الحاجات اللي بتبقى فيها لمعه شويه تمام، وهتكون عمليه اكتر معايا في الجامعه لان يعني معظمنا تقريبا بنبقى واخدين حاجات قد كده او معانا ورق او معانا حاجات المحاضرات والادوات بتاعتنا فبنبقى نحطها في حاجه فدي بتكون تستوعبها. عمليه اكتر طبعا لو يومي خفيف وبسيط فانا ممكن اكتفي بشنطه كروس او شنطه ويست بس كده، يعني موضوع الشنط كل ما كانت انا عارفه انا نازله بايه ويومي هيكون عامل ازاي هقدر ان انا اختار الشنطه الصح اللي انا نازله بيها. طيب مش بس الشنطه الحاجه برضو المهمه او المكمله عندنا، كمان احنا الشوز يا كريم مهم جدا في الجامعه، طبعا ما يستحبش ان احنا نبقى لابسين حاجه بكعب عالي او اوفر عشان مش هنعرف نتحرك. انا اكيد مش هلبس حاجه عاليه غير يوم التخرج يعني كده بعد 4 سنين اللي دلوقتي موجود بتحس انه عادي يعني اكيد بتشوفي او بنشوف كلنا يعني ان بنلاقي كعب بنلاقي شويه مش واحد ولا اتنين بيبقى فيه بيلفت انتباهنا، عشان كده نوها اتكلمت في الفكره دي ان الموضوع بقى موجود بقى متاح مش هو لسه هو فعلا بقى موجود عشان انا بقيت فاهمه الموضه غلط، بقيت فاهمه ان ده او الممثل ده او عمل الحاجه دي او الحد اللي هو بيكون ترند على الانستجرام على الفيسبوك لابس حاجه الصبح فانا عامل زيه. لا طبعا انا الجامعه لو انا ما لبستلهاش حاجه مريحه فانا هقدر اتحرك ازاي، هقدر اطلع وانزل ازاي، هقدر اروح محاضراتي انزل السكشن بتاعي هعمل كل ده ازاي. فلازم طبعا يعني دايما طبيعي ان احنا يومنا ممكن يتقفل لو رجلينا مش مرتاحه لو صح الشوز صح مش مريحه بالنسبه لنا، فطبعا كل ما كانت عمليه كل ما كان احسن وقدرت ان انا اكمل يومي بشكل احسن. كنا لسه بنتكلم دلوقتي ايه على اللبس الفورمال او لو عندي مناسبه، انا عندي ايفنت او عندي مناقشه بروجكت او عندي مشروع تخرج، ايه اللبس الفورمال اللي البسه؟ هل بلبس فورمال ولا ممكن البس حاجه سيمي فورمال تكون بسيطه وفي نفس الوقت شكلها حلو؟ لا طبعا انا بختار ان انا البس سيم فورمال تمام. ممكن البس بليزر على بنطلون جينز على تالو مثلا يكون كعب صغير قوي، ده بس لما يكون عندي حاجه تستدعي ده، ما عنديش حاجة تستدعي ده فأنا مش هلبس طبعا أكيد سيم فورمال في الجامعة يعني خالص. لو انتوا عمالين نتكلم بقى عن البنات كتير وكده عايزين الشباب بيلبسوا لبس وبيتعاملوا برضو بنفس مبدأ الترند، مش عشان هو راجل يبقى يلبس اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، عايزك تقول لنا كده ايه الحاجات السيمبل البسيطة اللي ممكن تتلبس في جامعة مع بداية الجامعة؟ طبعا التيشيرتات البولو القميص الابيض الكوتشي الابيض برضو طبعا الولاد كل ما كان لبسها بسيط وكل ما كنا احنا بنشوف ان اللبس شكله حلو ولايق عليه، مش مثلا اروح زي ما شفت ممثل برضو عامل شعره اصفر فاروح عامل شعري اصفر ونزل رايح الجامعه ولا بنطلون مقطع وضيق طب انا خليت ايه البنت تلبسه يعني لو انا لبست البنطلون بالمنظر ده. لا كل ما كنت برضو في الواني وفي اختياراتي هادي ومختار الالوان اللي لايقه على شكلي كل ما كنت صح. طبعا الساعه مهمه الالوان الكافيهات بالنسبه للولاد بتكون احلى. هو في فكره انه ممكن واحد يلبس لبس ويبقى ترند بس يليق عليه، بس ده بيتظلم وسط الباقيين ان هو زي ما انت قلتي ما ينفعش يجي بنطلون مقطع لان انا هلبسه في مكانه المناسب، ما البسوش مع اي حد وسط اي طبقه يعني انا بتعامل مع مين او انا رايح فين او انا هعمل ايه الجامعات كلها دلوقتي. لا هو طبيعه المكان يا كريم بيفرض علينا ان انا اراعي المكان اللي انا رايحه فالبس مفيش مشكله بس في جامعات كتير دلوقتي يعني بيجي لها طلاب من بره مش مصريين او ممكن يكون عربي يعني مش مصري بس جنسيته عربي برضو مش اجنبي ولا حاجه، وبيبقى جاي الثقافه دي عنده من وهو صغير وبيلبس اللبس ده عادي، فلما بيخش وسطينا وبيبقى لابس اللبس ده في اللي بيحاول يقلده بس ما بيطلعش بنفس شكله، احنا بقى بنظلم الشخص اللي هو اصلا ستايله كده ومتعود يلبس كده وبنقول ان لبسه مش لايق، ده مش من حقه انه ما دام الموضوع لايق عليه وهو متعود عليه يلبس كده ولا برضو يلتزم اللبس الطبيعي للجامعه كله. لازم اكون شايف انا رايح فين. اوكي وسط يعني مثلا انا لو رايح جامعه القاهره فانا عديت على الجيزه اوكي فطبعا ده طبقه او ده ناس ليها فكر معين او انا يعني انا مش هروح بدرس مثلا الجامعه طبعا صح تمام، فانا مش هعمل اي حاجه برضو تخلي النظره ليا اللي هو ايه اللي هو عامله ده او العين عليا قوي او ان انا غلطان او انا عامل ايه غلط، ده كمان هينعكس ان هو هيخلي في قله ثقه بالنفس.
فما ينفعش ان اي حد يعمل اي حاجه او يقلد اي حد تاني، لا كل واحد لازم يكون نفسه. طب ولو طبقنا فكره ان يبقى في يونيفورم للجامعه دي هتبقى حاجه كويسه؟ لا طبعا. لا. ليه؟ احنا خلصنا المدرسه عشان يا كريم نلبس يونيفورم عليهم الموضوع. هم بيمنعوا شرطات، بيمنعوا حاجات معينه في الجامعه، فاحنا نبقى بنمنع. حلو، هنمنع الحاجات دي، فساعتها هيبقى مش بمعنى كلمه يونيفورم ثابت، بس كله لابس حاجه متناسقه. هو خلينا متفقين كل مقام مقال، لو منعنا بس الالوان الفسفوري قوي، منعنا البنطلونات السكيني قوي للولاد اكتر من البنات، منعنا البنطلونات المقطعه، ومنعنا ان انا اشوف ولد برده مش منظر حلو ابدا، ان انا اشوف ولد لابس تيشيرت قصير على بنطلون ضيق، يعني منظر مش لطيف. انا لو منعت ده، انا هقدر ان انا اخلي شكل الجامعه عندي او شكل الطلبه في الجامعه عندي حضاري، مش يعني بيمثلنا احنا، بنعكس ده. حتى زي ما انت ما قلت، في طالب خليجي ممكن يكون جاي بيحضر في 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 جامعه هنا او او او، فده هيعكس شكلنا احنا كشعب او كحضاره قدام الناس. ايه بالظبط كده الشكل العام بتاعنا؟ لا ده مهم، ان انا لازم براعي ان انا في مكان رايح اتعلم، فلازم يبقى الشكل او اللبس بتاعي كله مناسب للمكان اللي انا رايحه له. خلينا متفقين ان احنا هدفنا التعليم بالظبط كده، مش ان انا بعرض مش مهرجان او عرض ازياء فبتفرج على. لا بقى في منافسه كمان، ان انا شفت ده جاب حاجه جديده او ده عمل حاجه جديده، فانا اروح واعمل. طب وبعد كده الناس مش حابه ده عليا او شكله مش مناسب عليا، فما قلتش وخلاص. لا انا اكون اللي انا بعمله لنفسي، واكون بس انا هدفي ان انا بقى جاي اتعلم. أيوة مش جاي ان انا بعرض اللبس اللي انا لابسه كده. لا ده ليه اماكن بقى تانية، يعني مناسبات، افراح، حاجات شخصيه طبعا. صح يعني. صح مظبوط. طيب خلينا نقول كده يا ايه، انا عايزه نصيحه للشباب والبنات بطريقه اختيار لبسهم بصفه عامه. انا اختار لبسي ازاي؟ مفيش حد مش عارف ايه اللي بيليق عليه، يعني انت اكيد عارفه ايه الالوان اللي ممكن تكون لايقه عليكي. انا عارفه، كريم عارف، كل حد فينا عارف ايه اللون اللي بيليق عليه، ايه اللي انا ممكن البسه، ايه اللي ممكن يداري ديفو في جسمي او في شكلي او او او. بس ما ينفعش ان ما يبقاش حد عارف، يعني ممكن ما يبقاش عنده المعرفه الكافيه اللي تخليه عارف. خلاص يبقى خليني حتى لو لبس موجود مش عارف. يبقى خليني في اسلم الحلول، ما البس حاجه اوفر كشكل، او ما اعملش حاجه، ما جازفش بشكل جديد او بموضه جديده او بحاجه جديده وانا هي ممكن تكون مش لايقه عليا. وطبعا كلنا عندنا اصحاب، فاحنا لازم نكون بناخد راي اصحابنا في لبسنا في شكلنا، واحنا نازلين بنشتري تمام. بنشتري مع بعض، فطبعا بيبقى في وجهات نظر كتير جدا، ناخد اراء بعض. اراء بعض طبعا دي مهمه جدا، احنا لينا اصحاب ليه. صح. بنسمع وجهات نظر بعض. صح. الشكل عامل ازاي، براعي طبيعه المكان اللي انا رايح له، براعي الشكل بتاعي ما يبقاش ملفت للانتباه قوي، زي ما ايه قالت ان انا لا انا رايح مكان معين مثلا او وسط معين، لا انا ما ينفعش ابقى حاجه اوفر او ملفته للانتباه، وهي اصلا الاناقه في البساطه. بالظبط كده، هو زي ما انت ما قلتي، هي الاناقه في البساطه، وان انا اكون نفسي، ما احاولش اكون حد تاني. صح مظبوط، ان انا اكون نفسي فعلا. بس في ناس لما بتيجي انت تاخد رايهم تحس ان هو ما بيديكش الراي الصح برده، ممكن تلاقي اصحاب متجمعين وكلهم نفسين نفس اللبس، واللبس برده مش نافع، يعني اللبس مش لايق، فهم نقلوا ثقافتهم كلهم لبعض، ما قدرناش نوصل لفكره انه هجيب لهم صحاب تانيين يشرحوا لهم او هقول لهم. فعايز الفكره السهله في اللبس البسيط، اقل حاجات ممكن تتلبس بسيطه للي عارف او للي مش عارف. اقل حاجات بسيطه ممكن تتلبس، هلبس قميص ابيض، هلبس بنطلون يكون لونه يعني بيبي بلو او كحلي شويه، هلبس شميز مثلا تاني لونه في المخطط، نازل موضه حلو جدا في الالوان النود زي ما احنا ما اتفقنا، الكشمير، الروز الهادي جدا، ده سواء بقى طبعا لو بنت او، وفي الوان في درجات معينه بتبقى للولاد طبعا احنا عارفين ده، فانا بتابع وبشوف ايه اللي بيكون هادي وبسيط وفي نفس الوقت يكون الوانه مناسبه للصبح ومناسبه للجامعه وبجيبه. تيشيرتات البيزك، البولو، الحاجات دي كلها بتكون مناسبه جدا للولاد، وطبعا هم ثلاث شوزات تقريبا اللي بيجيبهم، اسود وابيض او جبلي او حاجه من الالفين دي، هم ثلاثه. ايه خلينا يعني هنختم باخر حاجه، احنا يمكن اتكلمنا على ان انا البس الحاجه اللي لايقه عليا، فهنا شيب الجسم بتاعي بيحدد ده جدا، فلو انا مثلا سريعا كده في نقط سريعه، لو انا عريضه من فوق
ايه اللي لازم البسه، ايه اللي لو انا مثلا عريضه من الجزء الاسفل اكتر ايه اللي ان انا ابعد عن ان انا البسه، وتوجهي كده رساله صغيره في الاخر للجمهور. بصي، هو اولا انا بحب شكل جسمي تمام في اي حاله، انا مش هعترض على اي حد هو لابس ايه. يعني بمعنى اصح انا ماليش دعوه بوزنه ايه او حجمه ايه او شكله ايه، او ماليش ان انا اتدخل ده في ده او اقول له ده وحش قوي، او يعني اكون حد بيقول كلمه وحشه قوي في وش الناس. على قد ما نقدر ما نجرحش حد بالكلام بالزبط. بس برضو الناس تبقى استفادت مننا وفهمت انه احنا لازم نلبس اللبس اللي يبقى اللي يليق علينا، اللي يبقى يعني اللي هي زي ما قلنا لو حد مليان من فوق فانا بلبس حاجه غامقه، فبلبس حاجه فاتحه، لو مليان من تحت فبلبس برضو الغامق تحت، بلبس طويل ما بلبس قصير، لو انا وزني يعني لو انا وزني ملفت قوي من تحت فما بلبس حاجه قصيره. ايه يعني احنا بنشكرك جدا طبعا، الكلام مش بينتهي لا في الفاشون ولا في الموضه، بس احنا للاسف وصلنا لنهايه فقرتنا. انا طبعا بشكرك ايه رأفت، كنتي معانا فاشون بلوجر وميك اب ارتست وملكه جمال الموضه 2018، بشكرك جدا. يمكن لو هنلخص الكلام كله اللي قالته ايه، ان الاناقه بتاعتي في البساطه في لبسي، بختار الحاجه اللي لايقه على المكان اللي انا رايحه، وبختار الحاجه اللي لايقه عليا انا مش الترند اللي موجود. لا انا الالوان دي هتليق على بشرتي ولا لا، الستايل بتاع اللبس ده هيليق على شيب الجسم بتاعي ولا لا. وتحديدا بالنسبه للطالب اللي رايح الجامعه سواء كانت شاب او فتاه، فانا هنا لازم بلبس حاجه بتليق مع ان انا رايح مكان هتعلم فيه، فببقى لابس حاجه سيمبل هيبقى شكلي حلو وفي نفس الوقت انا عمليه جدا. صح مظبوط، البساطه البساطه حلوه مفيش كلام. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وهنستناكم بكره في نفس الميعاد في برنامجنا صباحنا بلدي.